السلام عليكم اخوتي الحباب لا فامي العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. انا جيتكم مع هذا الفيديو ديال اكل الدجاج محمر اللي يلا اخوتي تبعوا الفيديو بحال اللي كنقول لكم ديما حتى الاخر، ونتمنى يعجبكم، وما تنساوش تلايكيو وتخليو لي كومونتير. شكرا شكرا بزاف على التتبع ديالكم اخوتي. يلا ندخلوا الكوزينه. كي كتشوفوا اخوتي هنايا دايره جوج دجاجات، دجاجات صغارين ماشي كبارين بزاف. انتما كتشوفوا فيهم ديجا لقمه، ما بغيتش نوري لكم لقمه ديالهم حيت تبارك الله كلشي هاد الزمان هذا تبارك الله كلشي بنادم حادق، كلشي كل واحد كيعرف الشغل ديالو، يعني الترميله ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. وديجا شاركتها معكم وغادي نقول لكم بيان سور شنو دات فيهم. انتما كتشوفوا في هاد الكميله هذه اخوتي، هاد الترميله هذه فيها الثومه، قزبر، معدنوس بيان سور، فيها الملح، الابزار، خرقوم، شكنجبل، الحامض، عصرت فيها شويه الحامض، واحد نص الحامض. هنايا هاد الحامض غير كنحطو هكا فوق منو حيت انا اصلا كنت قلت لكم ديجا كيعجبني هاد الحامض هذا، كناكلو هيدا، وشويه تزيد العود وشويه السمن. ودابا لقيتوني اخوتي انا غنديرهم فوق العافيه، نديرهم فوق العافيه شعلت شعلت لاكازينيير ديالي، ونخليهم يطيبوا على راسهم، وخليهم يطيبوا بشويه، وقبل ما نخليهم يطيبوا شويه غادي ندير لهم شويه د المرق. هانتوما كتشوفوا نعمر شويه د الماء هنايا اخوتي باش الماء باش نمرق الكميله ديالي، نمرق غير شويه غير شويه باش يجيو الدجاج محمرين زوينين على ماروكان. هادو بولي غوتي على ماروكان. فوالا هانتوما كتشوفوا اخوتي صافي، نغطي عليهم، نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. ودابا غنمشي ندقدق واحد البصله. وانا يا اخوتي هانتوما كتشوفوا البصله ديالي دقدقتها واحد البصله كبيره، وغادي نسيبها على الدجاج ديالنا، نديرها هكا على الدجاج ديالنا. هانتوما كتشوفوا اخوتي صافي، ونخليوها طيب على خاطرها. يطيبو، ومنين يطيبو غادي نديرهم بيان سيغ في الفران يتحمرو، وغادي نبارطاجيها معكم اخوتي. وشكرا شكرا على التتبع ديالكم. ولا الصوص ديال الدجاج ديالنا ها هي، الدجاج طابونا، زولتو من المرقة، ودرت ديك المرقة هنايا، درت فوق منا، درت فوسط منا، درت فوسط منا الزيتون، انا هاي لي كنديرو ماشي صافي. هانتوما كتشوفو دقيقة وانا غنطفي عليه صافي. دابا غنطفي عليه. هنايا كي كتشوفوا قطعت الفريت، انا غادي ندير الفريت، غنقليهم والدجاج ديالي ها هما هنايا، ها هما كيقطرو، درتهم في الكسكاس كيقطرو ها هما، باش ندخلهم من الفران. وهانتوما مع فيفي، وهنايا
وانا اخوتي الدجاج ديالنا هو قسمته دهنته شويه بالزبده وندخلو الفرن يتحمر. هنايا الزيت ديالنا هي كي كتشوفوها باش نديرو لي فريت حتى هما. انا غنديرو الفريت ديالنا هنايا غنديرو الزيت يتحمر صافي اخوتي. هنايا كي كتشوفو الفريت ديالنا طابو والدجاج حتى هما تقريو مزيان يزون بيان تيقغيي هما في الفران جو فنين. احنا دابا نحطو في الطوبسيل. ها هما خوتي الدجاج ديالنا بالفريت، الدجاج بالفريت محمر. ها هو كيجا خوتي بالصحة والراحة. وسمحوا لي خوتي حقكم في الجنة ان شاء الله.